بدأت قصتي في أحد الأيام العادية. كنت أعود من المدرسة محملاً بكميات كبيرة من المواد الدراسية التي تنتظرني في المنزل. كنت أعيش بين دفاتر الملاحظات والمراجعات، أشعر بالثقل يتراكم على كتفي. مع اقتراب الامتحانات كان التوتر يزداد والأرق يسيطر علي. كان يوماً مشمساً عندما أدركت أنني لم أعد أتحمل هذا الضغط. جلست في غرفتي الصغيرة محاطاً بأكوام من الكتب وغارقاً في بحر من المعلومات التي لا نهاية لها. حاولت التركيز لكن عقلي كان يرفض الاستجابة. الكلمات أمامي كانت تبدو متلاصمة، وكلما حاولت الفهم شعرت بالضياع أكثر. في تلك الليالي الطويلة كنت أجلس على مكتبي حتى ساعات متأخرة من الليل، أحاول جاهداً أن أفهم معادلات الرياضيات المعقدة وأحفظ نظريات الفيزياء المرهقة. كنت أشعر بالتعب الشديد وعيناي تحترقان من كثرة التحديق في الأوراق، وجسدي يصرخ طلباً للراحة. كان الإرهاق الجسدي يتزايد، ولكن الأشد من ذلك كان الإرهاق النفسي. كنت أفكر في كل المحاولات الفاشلة السابقة، في كل المرات التي لم أحقق فيها ما كنت أطمح إليه، وبدأت أشك في قدرتي على النجاح. في إحدى تلك الليالي المظلمة عندما كانت الساعة تشير إلى 3 صباحاً وأنا مستغرق في محاولة فهم درس الكيمياء، شعرت بأنني على وشك الانهيار. تلك اللحظة كانت نقطة تحول. أغلقت كتبي وأغمضت عيني وأخذت نفساً عميقاً. سألت نفسي، لماذا أفعل هذا؟ ما الهدف الذي أسعى لتحقيقه؟ حينها تذكرت أحلامي، تذكرت اللحظات التي كنت أتخيل فيها نفسي محققاً للنجاح، محققاً أهدافي المهنية والشخصية. تلك اللحظات أعادت لي الأمل وأعادت لي الحافز. أدركت أن كل تلك الجهود، كل تلك الساعات الطويلة ليست سوى استثمار في مستقبلي. قررت أن أغير من أسلوبي في المذاكرة. بدأت بتنظيم وقتي بشكل أفضل، وضعت خطة زمنية محكمة وخصصت فترات استراحة منتظمة. لم أعد أحاول القيام بكل شيء دفعة واحدة. بدأت بممارسة الرياضة الخفيفة لتصفية ذهني والتحدث مع زملائي لتبادل الأفكار والنصائح. بدأت أدرك أنني لست وحدي في هذه الرحلة، وأن هناك من يساندني ويفهمني. ومع مرور الوقت بدأت أرى تحسناً في أدائي. لم يكن الأمر سهلاً، بل كان مليئاً بالتحديات والصعوبات، ولكنني تعلمت أن أكون صبوراً وأن أثق بنفسي. تعلمت أن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو بداية جديدة للتعلم والنمو. إذا كنتم تشعرون الآن بالإحباط واليأس، أود أن أقول لكم، أنتم أقوى مما تظنون. كل جهد تبذلونه الآن، كل دقيقة تقضونها في المذاكرة، هي خطوة نحو تحقيق أحلامكم. تذكروا أن الفشل ليس نهاية الطريق، بل هو فرصة للتعلم والتطور. لا تستسلموا، اجعلوا من تحدياتكم حافزاً للتقدم. ابحثوا عن طرق جديدة لتحسين أدائكم، تواصلوا مع من حولكم، واطلبوا المساعدة إذا لزم الأمر، فأنتم لستم وحدكم في هذه الرحلة. أتمنى لكم كل التوفيق، وثقوا بأنفسكم، أنتم قادرون على تحقيق ما تصبون إليه. شكراً لاستماعكم، وأراكم في القمة.